بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مبعوث رحمة العالمين. ذكر عظيم جدا، 800 تسبيحة تقال صباحا ومساء، 400 و400، يعني 800 تسبيحة تقسم على أذكار، مع أذكار الصباح وأذكار المساء. سبحان الله تقال 100 مرة، والحمد لله 100 مرة، والله أكبر 100 مرة، ولا إله إلا الله 100 مرة صباحا، ومثلهن مساء. حديثان عظيمان، الأول صححه البعض، والثاني حسنه البعض، وكل منهما شاهد على الآخر، وكل منهما يقوي الآخر، وكل منهما له شواهد في السنة تقويه. عن أم هانئ رضي الله عنها قالت: سمعت، قال قلت يا رسول الله كبرت وضعفت، فهل تدلني على عمل أعمله وأنا جالسة؟ فقال لها: سبحي لله 100 تسبيحة، فإنها تعدل لك 100 ولد من بني إسماعيل، واحمدي الله 100 تحميدة، فإنها تعدل لك 100 فرس مسرجة ملجمة يحمل عليها في سبيل الله، وكبري لله 100 تكبيرة، فإنها تعدل لك 100 بدنة مقلدة في سبيل الله، وهللي لله 100 تهليلة، فإنها تعدل لك. فقال راوي الحديث أحسبه قال: تملأ ما بين السماء والأرض، أي تملأ ما بين السماء والأرض حسنات، ولا يرفع لأحد على وجه الأرض عمل أفضل منك إلا أن يقول مثل ما قلت أو أفضل مما قلت. ده الحديث الأول. الحديث الثاني وحديث أعظم: من سبح لله 100 تسبيحة بالغداء ومائة بالعشي كان كمن حج 100 حجة، ومن حمد الله 100 تحميدة بالغداء ومائة بالعشي كان كمن غزا، في رواية كان كمن تصدق، كان كمن كانت له بعدل 100 فرس مسرجة ملجمة في سبيل الله، أو كمن غزا 100 غزوة. ونحن نأخذ الثواب الأعظم. ومن هلل لله 100 تهليلة بالغداء ومائة بالعشي كان كمن أعتق، كانت بعدل 100 ولد من بني إسماعيل. ومن كبر لله 100 تكبيرة صباحا ومثلها بالغداة ومثلها بالعشي أو فكانت فهي فقال راوي الحديث أحسبه تملأ ما بين السماء والأرض. يعني في الحديث الأول قال لا إله إلا الله بتاعت 100 ولد، وهنا قال الله أكبر بتاعت قال لا إله بتاعت، يعني طبعا. ولا يرفع لأحد على وجه الأرض عمل أفضل منك إلا أن يقول مثل ما قلت أو يزيد على ما قلت. طالما الحل الحديثين، يبقى أنت لو قلت سبحان الله 100 مرة، الحمد لله 100 مرة، والله أكبر 100 مرة، ولا إله إلا الله 100 مرة، وبعدين تكرر الكلام ده بالليل، مرة الصبح مرة بالليل، يعني 800 تسبيحة تقسم، هتحصل 100 حجة، 100 غزوة في سبيل الله، كأنك أعتقت 100 ولد من بني إسماعيل، كأنك تصدقت 100 بدنة، 100 بدن يعني 100 جمل في سبيل الله، كأنك ملأت الكرة الأرضية كلها حسنات، تكون أفضل أهل الأرض عملا في هذا اليوم، إلا من قال مثلك أو أكتر منك. طبعا لو أنت زودت تضاعف الثواب. شوف الثواب العظيم. طبعا لا يمكن إنسان عاقل يسمع هذا الثواب ويضيعه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فلا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند ملككم وأرفعها في درجاتكم، خير لكم من إنفاق الورق والذهب، وخير لكم من أن تلقوا أعداءكم غدا فيضربوا أعناقكم وتضربوا أعناقهم. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. ذكر الله، لذلك ذكر الله سبحانه وتعالى لا يعدله شيء. خلي بالك الرسول قال أفضل. هذا الحديث صححه الإمام الألباني، هو حديث صحيح إن شاء الله. يعني الرسول بيقول إيه؟ مش بس من أفضل من الجابت في سبيل الله، ده أفضل لكم إن أنتوا تقاتلوا وتقتلوا وتقتلوا في سبيل الله، في عزيزك ممكن. فإياك أن تستكثر فضل الله سبحانه وتعالى. فلما تخلص النية واحتسبت الأجر، قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كل واحدة منها 100 مرة، مرة الصبح مرة بالليل، 800 تسبيحة دول بتاع 100 حجة، 100 غزوة، كأنك صدقت 100 بدنة، كأنك أعتقت 100 ولد من بني إسماعيل، تاخد ملء كل الأرض، كرة الأرضية كلها حسنات، تكون أفضل أرض العرض عملا في هذا اليوم، إلا من قال مثلك. طبعا مش ممكن انسان عاقل يضيع هذا الثواب، وانا اشك ان انسان يعرف هذا الثواب ويضيعه، اشك في قواها العقليه.
يعني يمكن انسان عاقل يعني يعرف هذا الثواب وضيعه. فنكتب لكم الحديثين دول تحت الفيديو: سيخوم وشروهم ونشر هذا العلم في ثواب عظيم ومن علم علما فله اجر عظيم يوم القيامه، لانكم ذلك من اجور مشيت وشوف الشرعي الجرس واشرق في كل يوم يصلكم جديد وساعدوني على شو الصوره. اقول قولي هذا، استغفر الله.